بسم الله الرحمن الرحيم. كان اسمي ماجدة ثابت جرجس، ودلوقتي رحمة محمد عبد الله. أشهرت إسلامي يوم الخميس 11/4/28/4 1/9/92 من بني سويف. ايه قصة الإسلام؟ كنت على علاقة بأصحاب المسلمين. أنا مسلمة بقالي 7 سنين. كنت دايما ما احبش المسيحيين خالص، لاني كنت مريت معاهم بتجارب ما كانتش كويسه، يعني بالكذب اولا وبدات بقى بحكايه اصحاب المسلمين. كنت بحب اصحاب المسلمين جدا، وجت كانوا بيحفظوا قران، فجت صوره كده قدامي: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانا الايه ديت كانت دايما قدامي، فما ازاي واحنا بنؤمن باله السيد المسيح وحياه كتير يعني. فابتديت اميل اكتر للاسلام واتكلم مع اصحابي، وبقيت بقى بيحاولوا ان هم يحفظوني قران وبس. كانت في حاجات كتيره برضو واقفه قدامي، ان ازاي معجزات القديسين وازاي يعني حاجات زي كده. فلما بسال في المواضيع دي قالوا لي دي قدره، يعني موهبه بمعنى اصح، او يعني حاجه زي نظام شغلانه حاجه زي كده يعني. فاهلي ما كانوش يعرفوا اي حاجه، غير كل ان هم يعرفوا ان انا على علاقه بشاب مسلم، وهو اللي بيوجهني للطريق الغلط، وان هو شيطان في حياتي المفروض ان هم يبعدوني عنه. لما يوم في مره كان هو يعني كان في كنا على التليفون، وكان بيحفظني قران على التليفون. كنت بحفظ قران عن طريق التليفون. فجت امي دخلت عليا، لقيتني ماسكه ورقه وقلم، وشافوني وانا بكتب القران، قروا الورقه لقوا القران وكده، ف استغربوا. المهم بعدوني عن البيت لمدة شهرين. رحت اسكندرية، قعدت في كنيسة انجيلية هناك. حاولوا، هم كانوش يعرفوا انا جاية ليه، بس حاولوا ان هم يبعدوني عن يعني من كتر اسئلتي في عن الاسلام وكده. كان جابوا لي مصحف وجابوا لي انجيل، يعني بقيت مش عارفة يعني دماغي بيودي ويجيب. انت اصلا كورس مصر؟ اه، بس انجيلية عن طريق امي. فانا ما كنتش حابه برضو المسيحيه خالص. اول حاجه اللبس، كانت يعني لما باجي اصلي يعني ببقى واقفه كده قدام ربنا، يعني مش ببقى خزيانه من اي حاجه. لكن اي اخت مسلمه كانت بتصلي تغطي شعرها.